لو اتكلمنا عن الحب في حياة مادلين يبقى ايه؟ ما اقدرش اعيش من غير ما احس اني انا بحبه وبتحب، لكن مش عايزه اكذب. يعني في المرحله الاخيره دي، السنتين كده اللي عدوا، ما فيش مود. فقدنا اعصابنا، فقدنا حاجات كتير، ضغوطات واحسان متتاليه في الوطن العربي. ما بنلحقش يعني نلملم جرحنا في بلد بيقع بلد تاني، ولسه لغايه دلوقتي يعني لبنان، العراق، سوريا، يعني فلسطين على طول، اليمن، السودان، يعني مش عارفين نرتاح. المغرب، تونس، الجزائر، مش عارفين نخلص. والوجع الكبير ليبيا، يعني كلنا عارفين المأساة اللي مش عايزها تخلص، ليبيا. إنما إن شاء الله خير، يعني أنا شايفة كده إن شاء الله العراق بإذن الله، يعني بإذن الله يا رب كده العراق تقف على رجلها. أحب أقول للشرقية إنه من الصعب التمنيات البسيطة للشعب العراقي، لازم تتمني للشعب العراقي أول بند الأمان. أتمنى للشرقية الأمان الأمان الأمان، وبعديها الكم الثقافي 7000 سنة بتساعدهم على أنه يرجعوا يقفوا على رجلهم من أول وجديد. أبناء ما بين النهرين، أنتوا قادرين. آخر بقى كلمة تقولي إيه للشعب العراقي في عيد الحب؟ باللبناني بقول للشعب العراقي، أنتوا محتاجين بهالمرحلة من بعد الأمان والازدهار الاقتصادي أنه ترجعوا تحبوا وتكتبوا شعر. أكتر شعب بحب ويتذوق الشعر، وترجعوا لنا إن شاء الله مهرجانات الشعر من أول وجديد، وتعزموني تروح على بابل. مرسي. كل عيد حب، والعراق بألف خير.